السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتعرف على سي بي اي، هذه شركات تسويق في العمولة. في شركات تقبل المبتدئين، في شركات تقبل المحترفين. على سبيل المثال أنا راح أشرح لكم اليوم سي بي اي جريد وسي بي اي ليد وأدميتد. أما هذه موبيديا هي للمحترفين. لاحظوا ان انا بنستخدم الجوال، يعني ما فيش معك حجة. خلينا اليوم انا ما راح اشرح الموقع هذا، بس راح اجيب لكم فكرة بسيطة. خلينا نكبر الان، نروح لشيء اسمه سمارت لينك. قبل ما نروح لهذا سمارت لينك، هذا لينك عشوائي. الخلاصة من هذا الشيء انه الشركة هذه تعمل اعلانات، يعني بالمختصر في معلنين. المعلنين هذا عندهم منتجات، سواء كان تطبيق او منتج حقيقي او حتى منتج الكتروني. الهدف الرئيسي من هذا انه هو يعطيك ربح. الربح يتفاوت، احيانا نص دولار، احيانا اقل، احيانا اكثر. في عروض قد تصل ل 20 دولار. خلونا أشرح لكم هذه الشركة على أساس تشوف العروض إيش نوعيتها وكيف تتعاملوا معها. هذه الشركات الثلاث تقبل المبتدئين. لاحظوا عند عملية تسجيل كعضو جديد، وعلشان أسجل في هذه الشركة، لاحظوا على أساس تقوم بإنشاء حساب جديد تقوم بالضغط على ساين أب. أما إذا كان لديك حساب سابق تستخدم لوجين. هي نفسها إذا قمت باختيار سواء الساين أب، لاحظوا أدبر تايزر، هذا أنت تسجل كمعلن، يعني بالمختصر عندك منتج معين أو تطبيق معين حابب أنك تعمل له إعلان مول فتستخدم هذا الحساب. لكن هي بتقدر تبدل شيء طبيعي، بس الأفضل كناشر تستخدم بابليشر، تقوم بتسجيل الدخول على هذا الحساب. خلونا، أنا بالنسبة لدي حساب سابق فأضغط على ببليشر، راح توصلك رسالة على البريد الإلكتروني وأنت تقوم بعملية تفعيل بالضغط عليها. هذه هي الواجهة الرئيسية للموقع. مثل ما أنتم شايفين هذه هي واجهة الموقع الرئيسية. لاحظوا في عروض 29 سنت 40 سنت في توصل. لاحظوا لو ضغطنا على البي أوت، هذه العروض أرخص عروض، قم بالضغط عليه مرة أخرى 5 دولار. طبعا تختلف العروض هذه من فترة لأخرى، أحيانا قد تصل لعشرين دولار العرض الواحد. خلونا أدخل على الصفحة الرئيسية العروض، أضغط على أوفرز، أضغط على فيو أول أوفرز، تظهر لي كل العروض. يعني العروض هذا خلاص قد ممكن تنتهي إلى حد معين على حسب ميزانية العميل نفسه. هذه هي الأشياء المهمة. لو قمنا بالضغط على أو ديفايزز تظهر لنا أجهزة معينة، على سبيل المثال الأيزو أو الأندرويد، تكون مرتبة العروض ما تكونش عشوائية. برضو هذا نفس الشيء على التايب، هنا تظهر لي عروض الموبايل. لاحظوا في الأماكن الأندرويد، وهذا نوعية العرض على الفلوس الكونتري USA. إذا حبيت تختار عرض قوي تقوم بالضغط على في هذا المكان الاثنين السهم الصغار، قم بالضغط عليها تظهر أعلى أغلى العروض. لكن لاحظوا أنها راح تكون يعني نوعا ما صعبة، فحاولوا تختاروا عروض يعني نوعا ما تكون مقبولة على مستوى هذا العرض. هذا بيقوم بإعطاء المستخدم فيزا في مجانية متجر أمازون، بس في حال أنه أكمل هذا الشيء أنه فعل الإيميل البريد الإلكتروني. لاحظ الشرط الموجود، بس يشترط أنه جهاز يكون أندرويد. السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل كل شيء ضروري يتأكدوا من حالة العرض، هل ما زال أكتف، هل ما زال شغال أو لا.
النوع الثاني ايش نوع العرض، هل هو على اندرويد او اي اس او ايش من المتصفح. الشيء الثاني الدولة، فعلشان تعمل عرض تروج لهذا العرض فانت تحتاج لهذا الثلاث الاشياء. علشان تشوف الصورة تقوم بالضغط على بريفيو، تظهر لنا صفحة العرض هذه هي. فقط مجرد ايميل بسيط تقوم بإدخاله وتفعيله، هذا هو كل المطلوب من هذا الشيء. قم بإغلاقها، علشان أقوم أعمل بعمل ترويج لهذا الرابط قم بالضغط على كوبيز. لاحظوا تم النسخ. هذا بكل بساطة، بس ما ينفعش إنه بنسخ الرابط بجيبه لأصحابي، هذه الطريقة أصبحت يعني طريقة مرفوضة وبالغالب ما تحصل على أي نتيجة. فأنت محتاج إنك تروج له بطريقة غير مباشرة عن طريق بعض المواقع، يعني تقوم بشراء زيارات. الزيارات هذه إلى هذا الرابط على سبيل المثال، لكن بالنسبة لي راح أعمل إعلان ممول بس لنفس الفكرة بس العرض آخر. أظن الموقع بسيط جدا، بس في طريقة على أساس اللي يحب يستفيد منه ما عندش سيولة. على سبيل المثال تقوم بالضغط على أكاونت في حاجة اسمها ريفلرز، يعني أنت تستفيد من رابط الحالة إذا شخص سجل عن طريقك، بس في هذه الحالة أنت بتستفيد فقط إذا هو ربح. إذا هو ربح أنت تحصل على عمولة يعني 10% 5%، متى تفاوت من هذا بالنسبة لهذا الموقع يعطيك عمولة 10%. في بعض المواقع الأخرى تعطيك يعني عمولة أقل 5%، لكن الخلاصة أنه هذا هو رابط الأحالة. أنت تقوم بنسخه ومشاركته، تشارك هذا الفيديو ويعطيه روابط الأحالة الخاصة بك. فأنا جبت لكم هذا الموقع بالذات لأنها في عندها أكثر من طريقتين يعني للربح. الطريقة الأولى عن طريق روابط الأحالة، الشيء الثاني عن طريق أشخاص اللي إذا عندك سيولة أنك تعمل إعلان ممول. ما عندك سيولة تعمل إعلان ممول، تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك، بنفس الوقت تشارك روابطك الخاصة فيك، تخليه يتفرج على الفيديو على أساس يستوعب الموضوع. هذه لو كان عندك فرضا موقع تقوم بنسخ هذا وتحطه في رمز في صفحتك الشخصية، يعني لو عندك مدونة أو موقع. بس لاحظوا أنه ما تستفدش من أي مشاهدات، هنا تظهر لك فرضا الحالات اللي لو في اشياء موجودة بتظهر هنا كامل، تظهر كامل التفاصيل. هذا الخاص بالحالات. هذا بالنسبة للموقع الاول. الموقع الثاني سي بي اجر، نفس الفكرة تماما، بس اوريكم من فين تأخذوا روابط الحالة الخاصة بكم. عند عملية تسجيل بعد ما تسجل توصلك رسالة على البريد الإلكتروني، تفتح البريد الإلكتروني تضغط عليها تفعيل على الرابط على أساس تدفع على حسابك أو ما يدفع على حسابك بالخالص. هذا بالنسبة للموقع. لاحظ العروض نفس الفكرة تماما، بس هنا أنت ممكن تصنفها، يعني لو عندك تختار فرضا السعودية تقدر تغير تختار أمريكا، بتظهر لك العروض حق أمريكا فقط. وبعدين إيش نوع العرض، هل ديسكتوب أو موبايل، نختار فرضا على سبيل المثال الموبايل. الشيء الثاني الكاتيجوري، يعني هل هو فرضا انستول يعني تنزيل، ما فيش عروض، يعني العروض قد تختفي من فترة لأخرى. هذا أنا بشرح لكم إيش نوعيتها لأنه بتواجهون نفس الشكل هذا تمام زي بشكل غير عادي. النوع الأول هذا داونلود معروف التنزيل، عندما يكون في تطبيق على التنزيلات أنت بتستفيد نص دولار أحيانا أقل أحيانا أكثر على حسب سيولة المعلن. الشيء الثاني بين سبميت، هذا عن طريق البريد الإلكتروني، يعني هو لما يسجل وما فعلش البريد الإلكتروني فأنت ما بتستفيد شيء، ضروري هو يفعله، بتحصل على عمولة في الغالب تكون نص دولار أحيانا أقل أحيانا أكثر. هنا فري سيرفي، هنا على أساس لو في استبيانات، بس في الغالب هذا تكون يعني الناس ما صعب إنه يكملوا الاستبيان للنهاية، لأنه يجبرك أحيانا يكون استبيان صغير وأحيانا يكون استبيان طويل.
يعني العروض هذا حاولوا تبتعدوا عنها، حاولوا تشوفوا عروض تنزيل هنا على حسب لو في فرضا على النقر، عروض على النقر في هنا الكريديت هذه من أصعب العروض، لأنه بيطلب من الشخص أن يدخل بيانات الفيزا كارد، وفي الغالب ما راح يدخل، يعني تحتاج لك سيولة قوية، ممكن ما تحصل على أي نتائج. علشان تأخذ رابط الحالة الخاص بك من هذا الموقع، تقوم بالضغط على هذا المكان، راح أضغط اللي يمكن يظهر لك. عفوا بس الشاشة نوعا ما صغيرة، تظهر لي شاشة منبثقة. هذه هي شاشة الحالة، لاحظوا الموقع هذا يعطيك 5% فقط، هذا هو رابط الحالة الخاص بك، تقوم بالضغط عليه 5 ثواني ثم عملية نسخ. الآن هذا رابط الحالة، في حال وجود إحالات عن طريقك بتظهر في هذا المكان، يعني بتظهر لك الثاني الثالث وكم ربحت، كل العمليات بتكون موجودة هنا. هذا بالنسبة لما يخص الحالات، وهنا العمولة اللي أنت ممكن تربحها. أما بالنسبة لسحب الأرباح فهي عن طريق تقوم بالضغط على شيء اسمه البايمنت. أنا بالغالب يعني أغلب المواقع بتكون يعني 70 أو 90% البيبال، في هنا عندك حد معين $50، في أغلبها تكون كل أسبوع أو أسبوعين، بعضها كل شهر، وبعضها تكون $10 على حسب سياسة الموقع. لاحظوا عندك الخط هذا، هذا على أساس كم، إذا وصلت إلى $50 خلاص بإمكانك أنك تسحبها على البيبال، أو في طرق أخرى على حسب سيادة الموقع، عن طريق البايونير، حوالة بنكية. هذا الموقع الثاني، خلونا نرجع للموقع الثالث. الموقع الثالث وهو أدميتد. هذا الموقع يتميز، أو في أحيانا بعض العروض تحتاج إلى موافقة. هذه الصفحة الرئيسية، بس علشان تأخذ رابط الحالة ما بتلاقوش اللي هنا في تحت في الصفحة الرئيسية، هذه هي، لاحظوا أسفل شيء على اليمين، لاحظوا شيء اسمه ريفرال لينك، معناته رابط الحالة، أقوم بالضغط عليه تظهر لي هذه الشاشة. هنا أقوم بنسخ رابط الحالة الخاص بي، هذا هو تحديد الكل، وبعدين نسخ، وبعدين تشاركه مع أصدقائك. هذه ذكرنا هذه الطريقة الأولى للربح. الطريقة الثانية أنك تروج للعروض، في عندك هنا تقوم بالضغط على بروجرام، في حال كنت قد قدم طلبات مع بعض البرامج تقوم باختيار ماي بروجرام، يعني برامجي، اضغط على ماي بروجرام، شوف تظهر علامة موافقة هنا، أنت تقوم بتقديم طلب، صاحب العرض قد يرفض وقد يقبل، المعلن نفسه، وأحيانا قد يأخذ 3 أيام 5 أيام أسبوع، أحيانا بيطول معك أسبوعين على حسب المعلن. وأنا تقوم باختيار، يعني في عندك جميع الخطوات، سواء هل بتروج للعبة، هل بتروج أونلاين جيمز، في عندك عروض تظهر وتختفي من فترة لأخرى. نفس الفكرة تماما، بس تأكد انه ايش نوعية العرض، الشخص هذا اللي فين، يعني في بعضهم لما تضغط على العرض يرفض انه الفيسبوك، يرفض اي طريقة تواصل اجتماعي، ما بتعرف التفاصيل كاملة اللي بعد ما يتم الموافقة. يعني هذا بالنسبة للعرض، إذا حبيت تأخذه كبنر، هنا الداشبورد تظهر لك جميع العمليات. طريقة البايمنت الدفع، ضغطنا عليها في القائمة بايمنت، هذا ما لا يوجد شيء.
هذه الفكرة تماما، نفس الفكرة تماما، بس لاحظ انه المواقع هذه الثلاثة اللي جبت لكم هذه غير محظورة بالفيسبوك، سيبي جراب وادمت يعني وسيبي ليد، هذه غير محظورة بالفيسبوك، يعني تقدر تشارك الرابط حقها، بس يتأكد العرض هذا لفين وعلى اساس تروج بطريقة يعني مجانية. انت بتاخذ فرضا العرض هذا لامريكا وتدخل فرضا تشترك تبحث عن مجموعات في امريكا، المجموعات هذه انت تنضم لها بس عندك 25 مشاركة باليوم، اذا زودت ممكن الفيسبوك يحضرك، فحاول تعمل كل يوم 20-25 وتنضم لمجموعات وتبدأ تنشر فيها روابط خاصة بعروض. على سبيل المثال لو في لعبة معينة انت بتدخل مجموعات تلعب، يعني ما تدخل مجموعة هكذا عشوائية، فعلى حسب المنتج اللي عندك انت نفسه ايش هو، هل هو منتج فرضا حق طبخ، هل هو منتج تجميل، فانت بتبحث عن الاشياء تكتبها بالانجليزي في جوجل ترغيب، وتبحث عن المجموعات في الفيسبوك. هذا الثلاث المواقع اللي شرحناها، هذا تقبل المبتدئين مباشرة، يعني ما تأخذش منك ولا شيء. بالنسبة للمبتدئ هذا يعني أخذ مني أكثر من شهرين، وعاد بالغالب ما بيتوافق معك إلا إذا رسلت عن طريق سكايبي أو اتصال يعني على الشركة نفسه. وفي بعض يكون في بعض المواقع الشركات، لأنه إذا سجلت نفسك كمبتدئ أو يعني ها فوق المبتدئ وقليل قد يرفضوك، هذا شيء طبيعي. إذا سجلت نفسك محترف حاول تكذب، هو قد يطلب منك شيكات فرضا على سبيل المثال، أنا شغال في شركة معينة كذا كذا، يقول لك خلاص جيب لي شيكات. طيب أنت من فين بتجيب له شيكات؟ ما عندك شيء. الشيء الثالث قد يأخذ رقم مديرك ويتواصل معه. فعملية اللف والدوران فيها معقدة، لأنه أصبح عدد الناشرين فيه بشكل غير عادي، يعني فأغلب الشركات المحترفة اللي تقبل المحترفين تقبل بصعوبة، يعني هذا بالكاد بعد شهرين. بس صراحة أنا جربت عروض من ضمنها عروض الفيزا كارد، يعني إنه شخص يدخل بياناته على الفيزا كارد. شوف لاحظوا بس أوريكم، لاحظوا إيش اللي ربحته، ربحته هذا المبلغ البسيط جدا. السبب الرئيسي إنه إذا الشخص سجل بياناته فقط، يعني بياناته الشخصية، ما سجلش بيانات الفيزا كارد، يعطيك هذا المبلغ البسيط. فتخيلوا واحد فقط هو اللي يعني ما ولا في واحد، لأنه كان العرض قليل، فعلشان يعني تكسب فلوس في التسويق الإلكتروني أنت بحاجة إلى مبلغ ما يقلش عن 4,000 أو 5,000 دولار أساس تجيب لك نتيجة يعني مغرية. تخيلوا أرباح الشركة هذه اللي تشايفين أنها موقع وشيء بسيط، تجاوزت أرباحها العام الماضي أكثر من 1,500,000 دولار، فالأرباح فيها فيها وفي ناس يربحوا فيها بشكل غير عادي، لكن تحتاج لك سيولة. هندا شبر تظهر لك جميع العمليات، بالذات الأرباح بتظهر لهنا بشكل. هذا بالنسبة هنا لاحظوا الرسالة هذه، تقدر تتواصل مع المدير حقك على أساس يجيب لك لو في عروض جديدة لو في أشياء. بس اللي يحب إنه يكسب فلوس يبتدئ، نفس الوقت العروض اللي تختارها أحيانا تكون لأمريكا، أحيانا تكون لبريطانيا، وأحيانا تكون لدول مش معروفة، ما فيهاش يعني ما فيش كثر ناس على أساس تدخل عليها، فبالتالي حتى لو عندك سيولة ما توصل لهم. بس اللينك هذا العشوائي هو يعني فرضا واحد دخل من السعودية بيجيب العرض حق السعودية، واحد دخل من اليمن بيجيب العرض حق اليمن، واحد دخل من مصر برضو بيجيب له العرض. هذا هو واللي يدخلوا من أمريكا طبعا بيكون عروض لهم محترمة، يعني قد تجاوز الدولار ونص، 2 دولار 5 دولار على حسب فبتكون أفضل بكثير من لما تعمل أنت عرض خاص بك، يعني تحدد عرض معين. أحيانا كنت أغلب أحيانا أضطر أوقف الحملات. أنا بوريكم على موقع تعملوا منه إعلان، بس هذا الموقع يعني صراحة يعني في أشياء يعني إيجابية في أشياء سلبية، بس حن بنروج الأشياء الإيجابية. هذا الأشياء أضغط على هنا بيكون في عندي رابط خاص بي، لاحظوا أن الرابط هذا طويل أكثر من اللازم، فأنا لو نسخته يعني ما راح يفتح معي، فأنا محتاج أني أنقص أوصل له أنا لآخر شيء، حاجة اسمها داتا، علشان يكون رابط صحيح.
وانا اشي اتاكد منه. لاحظوا اوصل لما وصلت نفس عمل فتح، هل بيفتح معي الرابط؟ اي معناته الرابط صحيح. اذا ما فتح معي معناته انا جالس ليروج رابط مضروب. هنا تظهر العروض، انا الان موجود في السعوديه فبتظهر العروض الموجوده في السعوديه، يعني العروض هذا تكون ديناميكا عشوائيه. احيانا نطلب منه ادخال جوال، يعني على حسب. الان نتجه الى الخطوه وهي الاهم، هذا هو الموقع بوب كاش، هذا نوافذ منبثقه يعني على اساس تظهر صفحه كامله. اقوم بالضغط عليه. الموقع هذا تقدروا تستفيدوا منه بطريقتين. الطريقه الاولى هي رابط الحاله، انا خليتها مفتوحه على اساس ما انساهاش. من هنا لاحظوا ريفلرز، هنا بيظهر لك لو في اشخاص سجلوا عن طريقك بيظهر في هذا المكان. لو عندك فرضا مدونة او موقع مخالف لسياسة جوجل، فانت ايش اللي بتسواه؟ انت بتدخل هنا على اساس انك تدخل الويب سايت مثل ما عملت انا وتعمل اضافة للموقع حقك. تعمل هنا اضافة، بيظهر لك تكتب اسم الدومين، وبالتالي بعد ما توافق على الادارة يتم قبول موقعك. هذا الموقع حق الموجودة، هذا وهنا تقارير لو في رباح، لو في بس تحتاج زوار يعني قويين. بالنسبة للرباح من جوجل ادسنس هي رباح يعني صراحة قوي جدا، بس هذا على أساس تحب انك تستفيد. الشيء الثاني هنا عندك جيت كود، انت ممكن تنسخ الكود وتحطه داخل موقعك، تحدد ايش اسم موقعك وتأخذ الكود هذا وتحطه داخل صفحتك، تعمل عملية نسخ فقط. وهنا لاحظ ان في عندك بابليشر، في عندك لاحظوا بابليشر معناته ناشر، وهنا ادف زر التاير اللي معلن، وكل واحد عنده تقارير وعنده شغلات خاصة فيه. هذا بالنسبة انا الان موضوع انا على اساس انه ادخل كمعلن، اقوم باختيار الحملة. بس خليني اوريكم قبل كل شيء هنا الحملات. أنا صراحة في عندي حملات سابقة، هذه الحملات اللي قمت لها أنا كامل، يعني بعضها دولار بعضها 2 دولار 3 دولار 5 دولار على حسب. وهنا التقارير. ميزة الموقع هذا أنه يعطيك تخيل بكل دولار 5000 زيارة، فبالتالي العدد يعني كبير جدا بالذات لأمريكا وأوروبا. أنا ممكن أخصصها بس طالما أنه رابط عشوائي هنا بخليه خلاص عشوائي على أساس أخلص معي سريع. هنا عندك الريفلر مثل ما ذكرنا لكم، لو عندك فرضا صفحة تحب تأخذها أي واحد يضغط عليها ويدخل هو معناته كانوا يسجل عن طريقك، بس ما بتستفيد كل 1000 مشاهدة، يعني فقط كان زي رابط الحالة بس بأسلوب صور. هذا هو الأهم على أساس تنسخ رابط الحالة الخاص بك، تنسخه وتوزعه لأصدقائك. مثل ما ذكرنا عندكم طريقة الربح، الطريقة الأولى تستخدموا روابط الحالة، الطريقة الثانية هو أنكم تعلنوا داخل، يعني استغلوا وتستفيدوا تعملوا عروض لتروجوا شركة أخرى. الآن نتجه إلى حاجة اسمها بيلينج، هذا نكبرها، هذه قم بالضغط عليها. هنا تظهر لي طريقتين، إما الطريقة الأولى اللي هي ديبوزيت ايداع، اما الطريقه الثانيه الكاش اوت، يعني انت ربحت من الموقع او انك ادخلت فلوس تحب انك تخرجها. يعني الايداع يكون رخيص اقل شيء 5 دولار، لاحظوا هنا عن طريق البيبال. هذه ثلاث العمليات اللي قمت انا بها على اساس تاكد ان الموقع هذا صادق. اما الكاش اوت فهو بكل الحالات في عندك اكثر من طريقه، خلونا الايداع على اساس تاكدوا. تقدروا تستفيدوا من الموقع هذا بطريقة حلوة ممتازة جدا، يعني انت لو عندك على سبيل المثال يعني فلوس بالبيبال وتحب تحولها فرضا لواحد من هذا الحسابات،
فانت بتضغط تختار اي واحد منه، يعني كانك زي البنك كانه يعمل لك عمليه تحويل، بس هو بياخذ عموله. لو اخترت فرضا الباي بال، لاحظوا ان انا اقل شيء 5 دولار، في بعضه 20 دولار، 5 دولار على حسب. انا بختار هنا تقريبا كم يعمل 5.5 دولار. ثم اقوم بعمليه الايداع. بالنسبه لي بريد الباي بال موجود مسبقا، تسجيل الدخول اغير لانه غيرتها. الان اقوم بعمليه تسجيل الدخول. هذا الباي بال عباره عن بنك الكتروني، استطيع من خلاله ان اسحب ارباحي عن طريق مواقع او اني اتعامل عن طريق مواقع. والميزة الافضل انه فرضا اتعامل مع مواقع مجهولة على سبيل المثال، او اني اشتريت منتج والشخص هذا ما اعرفه وكيف بضمنه، فعن طريق الباي بال هو بيقدر يرجع لي فلوسي لو فرضا المنتج هذا مضروب او سيء. الان اختار الدفع الان، هنا تظهر زي اشبه بالفاتورة، لقد دفعت 5.5 دولار. ما العودة الى التاجر، لان انا جيت من فين؟ من بوب كاش. لاحظوا بتظهر عندي هنا فوق، لو انتم ملاحظين مركزين، 5.54 دولار، لانه كان في 4 سنت من قبل. علشان لو احب ان انا افرض ان اعمل اسمه اعمل كاش اوت، يعني اسحب ارباحي من هذا الموقع، اضغط كاش اوت، او ان انا ادخل فرضا 10 دولار من الباي بال. لاحظوا انا عندما اخرجها بتكون اقل حاجة 10 دولار للباي بال، فما ينفعش 5 دولار واش اسحب فلوسي، فانا بزيد 5 دولار ف5 دولار. عندك بياخذ عمولات 2%، الباقي 1%، وهذا على حسب تقريبا. فهي ميزة حلوة لو حبيت انك بتسحب ارباحك على البيتكوين او غيره وغيره او البايونير، يعني على حسب، يعني بيوفر لك خدمة تحويل على هذا العملات الرقمية، هذا البيتكوين وغيرها، الايثريوم، هذا عملة لو حبيت كأنك تشتراها، فهي ميزة حلوة جدا. خلونا نرجع الآن. الآن هذه اللي قمت بإيداعها، نرجع هذه الخطوة الأولى اللي راح أقوم بعملها بهذا، أضغط على هذا الخيار، هنا ظهر لك الحملات. لاحظوا علشان أنشأ حملة أول شيء هذا أختار كريت من هذا الخيار، أقوم بالضغط على كريت كومبين، يعني إنشاء حملة. في هذا الموقع اللي اخترته أنا بالذات، في مواقع كثيرة بس هذا الموقع يقبل يقبل الرابط الديركت، الرابط المباشر. بقية المواقع ترفض، في مواقع رخيصة بس إنها ترفض الرابط المباشر. فأنا على أساس يعني إيش أعمل صفحة بالمدونة أو صفحة مؤقتة في أحد المواقع وانشرها، بس إنها بتكون طريقة معقدة نوعا ما، احتمال كبير إنه الشخص ما بيواصل العرض بالخالص، ما بيضغط. خلونا الآن اسم الحملة بنسميها سميها لينك. أي اسم، هامش إنكم تتذكروا، أو حتى بالعربي شيء طبيعي بس بيطلع مشفر معك ما بتعرف. والخطوة الأهم من هذا هو الرابط اللي راح تعمل ليش. أنا نسخته من قبل، الرابط الخاص، وهذا هو كلمتكم نهايته داتا واحد، هذا هو الرابط. نأتي إلى الميزانية، أنت كم راح تظهر منه. خلونا نجرب 3 دولار، هل بيكون يوميا أو كل، يعني أنت ممكن توزعها باليوم 1 دولار على أساس يتلافى لو جيت والحملة ما جابتش نتيجتها تلغاها أو توقفها بأي طريقة، يعني هذا إذا حسيت نفسك أنه أنا كنت بعملها كذا، بس خلوها عادي، يعني يوم واحد بحددها يوم واحد.
علشان هذا الدرس وعلشان البيض. في نقطة هذه مهمة جدا وهي كم راح يأخذه منك، هو يعمل لك صفر. أنا بعمل شوف صفر دوت صفر 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 اثنين، يعني 20 سنت. تخيلوا لكل 1000 يعني، فبالتالي أنا كم بحصل على 5000 من 1 دولار. يعني الآن بحصل على كم؟ هذا باليوم أنا بعملها 3، عفوا ما انتبهت، يعني نفس المبلغ. أنا دعت 3 دولار، خلاص أخليها بيوم. لو عملت دولار بيكون كل يوم دولار. يعني الآن دحين بحصل على كم من كل 1 دولار؟ 5000. في نقطة مهمة، إذا ما فعلتهاش ما بتدخل معي نهائيا، وهذا عندكم السوفتوير، ما أضغط أحدد عليها أنها السوفتوير. لو ما ضغطتش الموقع ما يقبلش الرابط المباشر، راح يرفضه. بعد ما أعمل السوفتوير أحدد، لو فرضا شوف الموقع هذا ممتاز جدا، حبيت أنا فرضا أعمل للجوال، خاص للجوال، فراح يكون الموقع خاص يعني للجوال. لكن لو خليته على سبيل المثال يعني للديسكتوب، بيكون للديسكتوب حدده. بس بالنسبة لي أنا خليته رابط مباشر، يعني بيقبل أي شيء. أحاول فرضا أحدد اللغة، أحدد الجمهور، فمن هنا بتظهر لك هل هو 3G، هل هو بتظهر لك جميع التفاصيل. بالنسبة لي الوضع بيكون طبيعي جدا. يعني ما بحتاج ان احد الجمهور كريت كمان. لا لاحظوا ان الحملة تحت البندق، تحت المراجعة. بعد ما تتم الحملة، بعد ما تتم الموافقة تبدأ الحملة مباشرة. وفي حتى تقارير، بس التقارير تظهر بعد 24 ساعة. هذه هي الحملة، لاحظوا هنا عندك السي بي ام اللي هي كم لكل، هذا رقم الطلب. في الغالب احيانا تظل 3-5 ساعات، احيانا اقل على حسب، لو كان فرضا طلبك في اثناء شغلهم. نكون الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، بس قبل ذلك في هنا عندكم التقارير، بتظهر لك فرضا تقارير كم عددهم، تقدر تحددها. بس يفضل انه بعد 24 ساعة على اساس تظهر معك التقارير او ما بتظهرش. وانا لا تنسوا رابط الاحالة، راح احط لكم كل رابط الاحالة الخاصة بي اسفل الفيديو، وانت بتقدروا تشاركوا الفيديو، تنسخوا رابط الحالة الخاصة بكم على اساس تستفيدوا منها. هذا كان شرحنا لهذا اليوم. ان شاء الله اذا في عندكم اي سؤال او استفسار حطوها تحت في الكومنت. ان شاء الله راح احط لكم رابط مجموعة على الواتساب، اللي يحب يستفيد او عنده استفسارات تواصل معنا. لاحظوا من ضمن الاساليب اللي يستخدمها بعض الاشخاص اللي شغالين في العملة، نفس لاحظوا هذا ايش عاجل دولة قطر، ويحط لك الراتب مغري مش عارف ايش، هذا يعني ايش لف ودوران على الناس فيه، يعني ايش يعني زي ما تقول يربحوا بس فلوس مش بشرف. يعني انت حتى لو ضغطت على الرابط بتروح بتشوف انه الكلام الموجود احنا بعثنا لك على الايميل، معناته الخلاصة انه من هذا كله ياخذ بيانات البريد الالكتروني حق اغلب الناس، فهو بيربح ما يقلش عن نص دولار، يمكن اقل يمكن اكثر بهذا الطريقة. بس هذا اعتبرها طريقة قذرة يعني. وبعضهم يقول لك اللي يجوا الى كندا او مش عارف ايش دولة فاتحة لامريكا كله حركات، او ربحت سيارة، كلها اساليب على اساس يروجوا ان الناس يسجلوا عن طريقهم. حبيت الفت انتباهكم على اساس ما تقعوش بنفس الغلط. هذا كان درسنا لهذا اليوم، واللي يحب هذه صفحتنا على الفيسبوك.
مجموعة العاطل اليمني اللي يحب انه ينضم لها يشترك فيها، انا بحط كامل الروابط ان شاء الله اسفل الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو لاصدقائكم، وان شاء الله في دروس قادمة، في فرص مجانية ما تحتاج منك لا رأس مال ولا شيء، يعني مربحة مربحة ان شاء الله. هذا كان درسنا لهذا اليوم، ان شاء الله نلقاكم في دروس اخرى. لا تنسوا يا شباب الاشتراك في القناة، وكذلك تفعيل جرس الاشعارات، ولا تنسوا ايضا الاعجاب في الفيديو، وكذلك عمل مشاركة، كذلك عمل مشاركة لمن تحبون. هذه رقم عضويتي في شركة ديكسين، اللي يحب يكون عضو في الشركة يتواصل معي سواء على الواتساب أو على سكايبين. ودمتم في رعاية الله وحفظه.